انا دبلت خاطر ما تفيت في صفر، كان نعاود يخفي صفر راه انا خاف من فاسكي الحق. نعرف برشا صحابي فاسكي ونعرف برشا فاسكي ونجحوا وهو تو سافا وفرحانين وجو مريض. عسلامة مدموزيل. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. شنو هي رايك في التلميذ اللي يغش في الباك؟ حاجة زايدة. حاجة زايدة انه يعني يغش هو نورمالمون جوستك اللي روحه اللي هو منه هكا لازم يكون فاهم روحه منه هكا للفاك ولا للدنيا اون جينيرال. يعني حاجة زايدة راها حاجة زايدة انه يعبدي فاسكي. احنا نراو تلامذة يغشوا يستعملوا برشا وسائل باش ينجموا ينجحوا يعني يفرحوا عائلات. على خاطر فرحة اكزاكتومون خاطر فرحة. انا خاف من فاسكي الحق. ابار هذيك نحسها عكس المبادئ نتاعي سيتو. اما نعرف زادة اللي فاسكي. نعرف برشا صحابي فاسكي ونعرف برشا فاسكي ونجحوا وهو تو سافا وفرحانين وجو مريق. والعباد اللي تشري في الاجهزة ذوكا اللي فاسكي وبيهم شنو رايك فيهم؟ اكيد. يدفعوا كمان برشا فلوس هما ويخسروا برشا وفما حتى اللي يمرض من بعد من الفلوس هذيك. انت تتصوروا ان التلميذ عنده القدره الماليه باش ينجم يشري؟ فما نعرف برشا كايتو نجحوا. فما بارون يعطيو لولي تتصور لي بارون يعطيو لصغارهم فلوس باش يشري الباك؟ عند توينسا كل حاجه كبيره لازمك تاخوها معناتها حتى عند العبيد عند الجيران. انا لتوا الجيران الكل يحبوني نعاود الباك هذيك عليه بما انها ولد حاجه كبيره نصور تو ما عشتهم برشا الطريقه اللي تاخوها به. انت عديت الباك؟ عديت عمني ولا باك تكنيك. وما نجحتش؟ لا مره واحده وما عاودت. ما خممتش انك تعاود وتفسكي مثلا؟ لا خاطرني خوافه تو سامبلومون نخاف نتربثكي نفسكي ولا حاجه كيكا. زيد راني قلت لك عكس المبدا نتاعي ما استنستش نفسكي. اما راها كومين زاد راها حاجه عاديه. تشوف انه التعليم سلم اجتماعي في تونس؟ اش معناها؟ مازال يعني كيما نقولوا هو برك اللي يوصل يعني هو اللي يوصلك اجتماعي. اي بالاخص في وقتنا هذا ماشي وتولي الحكايه هذه اكثر معناتها كان التعليم كهو اللي ورا في برشا صحابي ما قراوش وتعبين برشا تعبين برشا في حياتهم يعني لازم يكون فما نيفو الحق. يعني انت تلميذ اللي ما ينجمش ينجح كان بالفوسكا تعذره؟ كاين ينجح كاين بالفوسكا نعذرو خاطر يحب يفرح روحو يفرح عائلته وينجح. نتصور ما تضر حتى حد كيفاسكي هو باش ينجح. شنو هي الطرق المستعمله بخلاف الكيتات في الباك؟ كاين كيت خاطر كاين ورقه ولا تفسكي من عند صاحبك ماكش تاخذ برشا معلومات خاطر ديما فما بروفيت يعسو اقل حاجه زوز ورقة ماهيش باش تعاونك خاطر ورقة باش ترجعها وتقدها كيما الوقت العادي ما تنجمش. يعني بخلي في الباك عنده طرق أكثر بالطبيعة في العادي فما أوراق تنجم تفسكي على اللي قدامك تفاهم أنت وياه باش تعديوا لبعضكم كي تبقوا بحدا بعضكم تعديوا لبعضكم. أي هذه استعملتها هذه أنا عرفتها كم تاع التاريخ أنت تحفظ درس ولا نحفظ درس هذيك استعملتها هذه نورمال. باهي تشوف خمس سنين عقاب أنه محاولة غش برشا ولا عقاب مناسب؟ برشا مش هما هو عامين نعرف شكون فاسكا واخذي عامين يعني هو قانونيا خمسة سنين يتوقف على تعديل يظل لي فما لحظة هو عيطولو في الكوريكسيون وقتها عرفوا اللي هو فاسكا هذيك علاش خذي عامين خاطر هذا خذي عامين وناوي يعاود يرجع ويفاسكي يعني ما يتوبش. علاش هو الوقت اللي خامو فيه في الفوسكا ما يريفزش بيه يعني مثلا نجم تكون حاجة صعيبة باغ اكزومبل انا دبلت خاطر ما خديت فيه صفر وكان نعاود ناخذ فيه صفر يعني نتصور الحل الوحيد مثلا باش نجيب نوت في المات اني نفسك. انا ما عنديش شجاعه وكهو يعني جوست مش كل شجاعه عندك خوف برا يعني نص مبدا اما الاكثريه شجاعه. انا نخاف وما نحملش عبد يشدني وانا نعمل في حاجه غالطه اللي هي نفسكي هذيك علي ما عندي سبب باخر. وتلاهم ذا اللي نجحوا بالفوسكا تصورهم ينجموا يوصلوا لحاجه خاطر بعد عندهم فاك عندهم مجتمع اخر باش يدخلوا فيه. الباك حاجه اصلا تو اصلا معقدين منه وانا ما نحبش نعاود اكسبيرينس خاطر معقده من الباك كانرجي وكدفوارات وكالخوف هذاك اللي تدخل له حتى ريفيزيون ما تنجمش تريفيز وانت مركز في الفاك راه فاهم يخدموا عادي اللي نجحوا هذوما بالكيت يخدموا عادي في الفاك ونورمال. ومن بعد الفاك الخدمه بالبراتيك براتيكي عام ستاج يسجلوا نورمال ما يريدش واحد يفسكي وحل في حياته سبحان الحق. انت قابله الفكره 100% قابلتها راه عاديه عادي 50%.
انت قاعده تقولي لي هي نهار اخر يعني انت باش تكون عائق في مستقبلك الفوسكه هذيك في الدنيا لا تحسها كفكره تقبلها ما في الدنيا ما ريتش عبد مع طلته خاطر هو نجح بالفوسكه في الباك ما ريتهاش ما نجحش بمجهود ويحسها اي هذيك عند ربي نهار اخر يتحاسب بنتي ما انت قلت لي ما خذيتش الباك شنو هي البدائل اللي عملتهم في حياتك باش البدائل عملوا فورماسيون في الفورماليتي دوانيير بالنيفو نتاع النيفو نتاع الباك هاو بلاش باك معناتها ما خديتوش الباك تتصور تنجم توصل لنفس الحاجه اللي كنت نجم توصل لها كان خديت الباك ما لا حتى في في تونس لهنا مش كيما عبد فاك ولا بالماستير ولا حاجه كيكا كيما عبد بالفورماسيون اما على الاقل لقيت حل اخر لقيت حل اخر بما اني ما خديتش الباك حاولت نشوف حل اخر باش ما نقفش معناتها هكا اما مازال توا في مخي معناتها انه النيفو اهم حاجه نيفو نتمنى كنت خديت الباك وكملت قريت فاك نشوفوا برشا في الكبار في العمر يبطلوا القرايه مثلا ويرجعوا بعد ما تخممش انت هكا في المستقبل انك تعاود امي من توا تقول لي راك باش تندم وراك باش تكبر باش تعاود هاني قاعده نخمم اني نعاود مع اختي اختي عامين اخرين تعدي باك وكيفي باك تكنيك قاعده نخمم نعاود معاها وقتها اما توا ماهيش في مخي راه اللي انا خديت حاجه اخرى نجم ننجح بها اما الحق راه ديما اللي قارين فاك ديما خير مني من توا كان خذيته بعد عامين تقرا فاك ولا جوست تحب كي شهاده تاخذها ياخذوا ما نصورش نرجع بالتويلي ليه سافا لك اكثر حاجه اكثر حاجه بعد انه معناتها صعيب ما حبيتش نقعد نعاود مع اللي اصغر مني هذه يعني يقولوا قاعده حسره عندك تحب تاخذ شهاده وكا هاو يعني حب خاطر امي ما فرحتش بيا نحب نفرحها بيا قبل كل شيء ونيفو نتاع الباك اقل حاجه اقل حاجه اقل ما يمكن توا انك يكون عندك نيفو باك اقل من كيكه نيفو يتسمى طايح على الاخر توا في المجتمع نتاعنا اون جينيرال